السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة درس جديد هنتناقش فيه عن الناس كلها اللي بتحب تبدأ أي نشاط تجاري بتلاقي مشكلة في إن هي تختار اسم للمؤسسة يتوافق مع الدومين اللي هيختاره اسم الموقع، أو هيبقى بعد لو اختار الدومين هيبقى مش عارف هيلاقي بنفس الاسم ده لينكات وسائل تواصل أو لأ. فالنهارده انا جايب لكم اداه مفيده جدا جدا والعالم كله بيستخدمها حاليا، هي بتعمل تشيك عن الاسم اللي انت هتاخده ده، هل هو متاح له الدومين، هل هو متاح له لينكات التواصل فيسبوك تويتر انستجرام وخلافه، ايه اللي متاح وايه اللي مش متاح. بدل ما بتقعد بقى بدل ما تجيب اللينك وتقعد بقى الاسم وتقعد تجرب في كل وسائل التواصل تشوفه متاح ولا مش متاح، لا هو مكان واحد بتحط فيه الاسم وبتبدا تتست. حتى احنا هنتست مع بعض النهارده كنموذج ازاي نعمله. هي بسيطة جدا الأداة بتاعتنا، سوري خلينا نفتح في الكروم. أنا حافظها اسمها نيم تشيك تقريبا، هي نيم تشيك مظبوط كده مظبوط نيم تشيك تمام، بتتكتب كده نيم تشيك. دي باختصار ده اسمها، باختصار هو سيرش زي جوجل كده، بيبدأ بتحط في الاسم اللي انت عايزه وبيبدأ يقول لك شوفوا شايفين اللي تحت دي كده، هيبدأ يعلم لك صح او غلط على الحاجات اللي متاحة، هيقول لك هو صح ولا غلط متاح ولا مش متاح. هنشوف مع بعض دلوقتي. فلنفرض ان انا عندي مؤسسة بتسوق بتعمل تسويق للناس، فليكن مثلا انا عايز اشوف هسميها مثلا زي الموقع بتاعنا مستر بيبو ماركت مثلا، مستر بيبو ماركت. انا على طول بحب استخدم السلوجان بتاعي خلاص، وحتى مثلا الموقع بتاعنا مستر بيبو دوت كوم المجله التقنيه بتاعتنا صحافه تقنيه كده بنفس الاسم، فانا مثال يعني. خلينا نعمل سيرش كده هيقول لك ايه المتاح وايه اللي مش متاح. بصوا الاخضر ده كده متاح تمام، بيقول ان مستر بيبو ماركت ده متاح دوت كوم ودوت نت ودوت اورج ودوت كو ودوت بيز ودوت ايو، وانما دول مش متاحين ماشي. وبرضه بص وسائل التواصل تلات ارباعها متاح، فيسبوك يوتيوب تويتر انستجرام بلوجر. فانت كده خلاص ضمنت لما تروح تجيب الاسم. ناخد ده بقى كده وليكن عشان نتاكد برضه انه متاح ولا لا، هروح لجودادي اللي هو الموقع اللي انا بفضل افضل موقع تحجز فيه دومينات تمام. نعمل جو نحط هنا الدومين بيبو ماركت، نعمل سيرش تمام اهو متاح افيلابل وب99 سنت كمان، ده لو انت هتشتري لاول مره يعني متاح تمام ومتاح كل الحاجات. فانت باختصار الموقع ده هيبقى في الديسكريبشن اسمه نيم تشيك، نيم تشيك تشيك على طول من غير ايه، بتدخل تعمل فيه تشيك على اي حاجه انت عايزها. لو مثلا خلونا نحط طبعا مستر بيبو انا واخده للموقع بتاعي للمجله، فلو عملت سيرش على مستر بيبو طبعا هو بيقفل بعد ده، فلازم نعمل ريفرش ونعمل تاني مستر بيبو. خلينا نشوف ايه المتاح. طبعا انا واخد حاجات كتير، يوتيوب طبعا مستر بيبو، مستر بيبو بس في يوتيوب متاحة، في بودكاست طبعا انا واخد فيسبوك تويتر انستجرام دوت كوم انا واخده بتاعنا دوت نت، انا مش يعني الحاجات دي متاحة لو انا عايز اخدها برضو البي هانس وخلافه بقى. فده باختصار الموقع، وفي يعني ده افضل اداة بصراحة انا شفتها، في ادوات كتير ممكن تلاقوها بس ده افضل موقع لقيته في شامل وفي ثانية تشك وبعد كده خلاص انت ضامن ان هي موجودة. فيا رب يكون الدرس سهل ويعني وعجبكم، وما تنسوش تنشروه عشان تعم الفائدة على الكل. زكاة العلم نشره. انتظرونا في دروس تقنية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.